تحدثنا المرة الماضية عن تقسيم ايه؟ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على استعماله بعكس ما كان. يبقى الدرس الماضي كان في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وقلنا إن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود، والمركب هو ما دل جزءه على جزء معناه المقصود. هذه المرة هذا الدرس سيتناول تقسيم المفرد، يتناول تقسيم المفرد. وتقسيم المفرد يعني إن شاء الله في هذا الدرس نتحدث عن تقسيم المفرد أو تقسيم اللفظ المفرد إلى كل وجزئي، إلى كل وجزئي، ثم نتحدث عن الكل إلى كل ذاتي وكل عرضي. هو ده اللي في هذا الدرس، يعني محور الدرس هو هذا، تمهيدا للدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم سنبدأ في باب الكليات، وده أول يعني أقسام التصورات اللي هي مهمة جدا. فلازم مدام الدرس القادم سيكون الكليات، إذا من الطبيعي أن أقول لك ما هو الكلي مش كده؟ وما هو الجزئي. وطبعا لان احنا هنستعمل في التعريفات ونقول مثلا لابد ان يكون كل عرضي او كل ذاتي، فلا بد ان ابين لك ما هو الكل العرضي وما هو الكل الذاتي وما هو الكل العرضي. اذا درسنا اليوم يدور حول نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى هو ما هو الكل وما هو الجزئي. النقطه الثانيه ماذا يعني الكل الذاتي والكل العرضي. كما سنعرف ان الكل والجزئي هو تقسيم للمفرد، خذ بالك، وليس للمركب. فاذا يلزم قبل ذلك ان نعلم ما هو المفرد وما هو المركب، وهذا ما عرفناه في الدرس السابق. عرفنا في الدرس السابق الرجل المصنف قسم لنا الالفاظ المستعمله، مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرد، وعرفونا في البيت الثاني فاول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما كان. يبقى الدرس الماضي كان حول تقسيم اللفظ المستعمل، قلنا ليه المستعمل؟ تقسيم اللفظ المستعمل الى مفرد والى مركب، وانتهينا منه. هذا الدرس احنا متسلسلين تسلسل رياضي ومنطقي، يعني خدنا الاول تقسيم اللفظ الى مفرد والى مركب، النهارده هناخد المفرد تقسيمه الى كلي والى جزئي، ولماذا سمي كلي، كيف متى يكون كلي كليا ذاتيا ومتى يكون كليا عرضيا. اذا فهمنا هذا يبقى ان شاء الله بدءا من الدرس القادم سنكون علماء مدققين في مباحث الكليات الخمس، ثم بعد ذلك باب التعريف وينتهي التصور، قسم التصور. واضح هذا الكلام؟ خذوا بالكم من جغرافية العلم، يعني جغرافية العلم دي شيء مهم. وأنا شخصيا لما كنت في الكلية كانت مشكلتي جغرافية العلم، لأن كان الشيخ أو الأستاذ يدخل ويبدأ في شرح الجزئيات وأنا تايه، تعرف بيدخل من جزئيات إيه. فكنت كل مادة أعمل لها جغرافيا، أمسك الفهرس وأصر عليها ليلتين ثلاثة وأعرف أن ده حين إيه وإيه وإيه الكلام. فيبقى إيه زي مثلا واحد دخل يقول لك والله ده البيت كله، وتدخل من هنا ده مش عارف الحمام ده إيه الكلام زي. غير مثلا ما يغموك وفجأة تلاقي نفسك في أوضة وتطلع من أوضة لأوضة لأوضة وأنت مش عارف نفسك إيه كيف. فاحنا دلوقتي في قسم التصورات وخلصنا او هخلص ان شاء الله. تحدثنا فيه عن دلالات الالفاظ، وقلنا ليه الالفاظ؟ لان المنطقي ما بيهتمش بالالفاظ، لكن لما كانت الالفاظ مرتبطه بالمعاني اهتم بها ايه؟ المنطقي. المنطقي درس الالفاظ، وبعدين قسمنا اللفظ المستعمل بعد الدلالات الى مركب والى مفرد، وقلنا هنحتاج للمركب في ايه؟ والمركب احتاج ولا 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 حنمين. الناس اللي بتذاكر، انتوا بتذاكروا لوجه الله، ما فيش وراكم امتحان ولا، انما فيما بعد لو التجربه ترسخت انا بفكر ان اعمل لكم يعني امتحانات وشهاده خاصه
بعيد من الكليات شهادة يعني تثبت أنك أنت رجل على صلة بالعلم. السؤال لما احنا المركب يعني قلنا مركب واما مفرد وبدأنا اهتمينا بالمفرد زي يكون عندك ولدين ولا بنتين تهتموا بحد وكل الثاني صح؟ احنا رمينا دلوقتي ايه؟ المركب ايه عايزين ولا مش عايزين المركب؟ نحتاجوا فيه مركب؟ ايوه تخيل في ليه انتوا توديكم الشرطه ما تقولوا غلط يعني جراي. هل سنحتاج للمركب؟ نعم. ايوه فين اين نحتاج يا مولانا؟ نحتاج في القياس والكلام عن القضايا. طيب بس كده في القضايا يعني مش هنجيب سيره المركب ده الثاني الا في القضايا خلاص؟ وكده المركب هنحتاجه المركب التام الخبري هو القضية اللي هنحتاجه في ال مش التعريف مش قضايا شيخ تركي التعريف القضايا في الحجة في الفصل الثاني والتصديقات المركب الناقص اللي قلت لكم الصفة والموصوف أنا أحتاجه في التعريف. التعريفات قائمة على المركبات الناقصة لما أعرف ما الإنسان تقول إنه الحيوان الناطق الحيوان الناطق هذا هو التعريف ده ايه مركب ولا 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 مفرد ولا تام ولا ايه مركب ناقص اذا المركب الناقص استفيد به في التعريفات والمركب التام في القضايا اذا المركب ده كنز كبير بالنسبه لي لسه لما الان بتكلم عن ايه عن تقسيم المفرد اللي هو الكلي والى جزء فمن سيقرا واقرا لكم انا واخلص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا عم الشيخ هذا ليس من حقك هذا من حق الشيخ فقط الذي يدرس انت طالب يقول لك اقرا تقول قال المصنف قال كذا تقرا عمر. نعم ما احنا حمدنا وبسملنا ولما كل واحد انا حكلمه يحمد لي بسم الله هنقعد احنا في خطب لحد ما نمشي. ونقص عليها في الجوهرة انت رايح الجوهرة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بسم الله فهو ايه؟ ابتر انت سايب الحديث ورايح لصاحب الجوهرة؟ يا اخي زي ما يقولوا اقول لك قال الشارع وتقول قال الشارح. ماشي يا مشي. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعلومه وعلومكم في الدارين امين. طيب ماشي دعوة حلوة دي. انت من السوري ولا مصر؟ وهو على اثنين اعني المفردة كليا او لا ما اعنيش اعني المفردة مكتوب عندك اعني المفردة يا عم الشيخ انت اسمك ايه؟ هشام يا شيخ هشام خليك دقيق في القراءة اقرا زي ما قدامك. وهو على اثنين اعني بمصدوق الضمير المفردة بالنظر الى اعلام. طيب يعني هو المصنف يقول وهو على قسمين اعني طبعا لما قال لك وهو على قسمين اصل هو دي قبلها كان بيتكلم على ايه على حيثين وكان بيتكلم مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرد فبعدين قال لك وهو تقصد مين تقصد المفرد ولا تقصد المركب القاعدة أني الضمير دائما يعود على أقرب مذكور لو عندك مذكورين أو ثلاثة أو أربعة وبعدين قلت هو إذا يعود إلى أقرب المذكور إلى الضمير يعني دائما الضمير يرجع إلى القريب عليه لكن هذه القاعدة أغلبية وليست قاعدة يعني كلية وعشان كده هو الرجل هنا إيه لما قال وهو نبهك على اني وهو على قسمين، مين اللي هو على قسمين؟ هل المركب اللي هو على قسمين؟ ولا المفرد اللي انت بتتكلم عنه قبل ذلك على اثنين مفرد ومركب، ثم فاجأتنا بوهو جبت الضمير على اي على ايهما يعود الضمير؟ او كما يقول النحويين ما مرجع الضمير؟ فين مرجع الضمير هنا؟ الضمير يرجع الى المركب او الى المفرد.
هو يعني لو سابك على القاعدة المفروض تكون عارف القاعدة وهو أن الضمير يعود على إيه؟ على أقرب المذكور. لكن مع ذلك نبهك فقال وهو وهو على قسمين أعني. أعني اللي هو مين؟ أعني المفردة. يعني كمان نص لك على أن أنا هذا الضمير يعود على المفردة. فإذا أنا أمام تقسيم المفردة. قال لك مصدوق الضمير مش كده؟ مصدوق الضمير. إيه إلا المصدوق. وقد بالك كلمة ما صدق ومصدوق حتى تلاقيها دايما تتكرر معك في هذا العلم بالذات المصطلحات علم المنطق. في حاجة اسمها مصدوق الضمير أو ما صدق الضمير أو ما صدق. مثلا حينما تقول طالب، كلمة طالب دي لها معنى ولا لا؟ لها معنى ولها مفهوم. طيب دي أسميه المفهوم. لكن الشيخ سيد هو سعيد الشيخ سيد يصدق عليه أنه طالب مش كده؟ فهو ما صدق عليه الطالب أو هو مصدوق هذا المعنى الكلي. لو قلنا مساجد أو مسجد بلاش مسجد ده لفظ كلي. أي كلي له أفراد له أفراد وإلا لما سمي كليا، لأن الكلي هنقول أنه هو إيه اللي هو ليه أفراد. طيب الكلي حينما يدل الكل ده دايما ده هنقوله هذا الكلام له دلالتين في آن واحد أو في اتجاهين. دلالة لفظ الكل ده دلالة يدل على معناه. لو قلت مسجد معناه معروف مكان الذي يصلى فيه كذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت يصير دلالة ثانية وهو دلالته على الأفراد، دلالته على الأفراد التي يمكن أن يصدق عليها هذا الكل. فإذا المسجد الأزهر واحد من ما صدقات مفهوم مسجد. فعندي دلالة المفهوم ودلالة المصدر. دلالة المصدر هي دلالة الأفراد. ممكن تقول الأفراد، ممكن تقول ما صدقات اللفظ أو ما صدقات الكلي، ممكن تقول مصدوق المعنى الكلي اللفظ الكلي. فلما بيقول هنا وهو على قسمين أعني المفردة، أعني يعني اللي هو مين؟ اللي هو هو مصدوقه إيه؟ لأنه هو هنا صدق على حاجتين، صدق على حاجتين السابقتين على مفرد وعلى مركب. هل هو فعلا راجع يصدق على الاثنين؟ لا، قال لك مصدوق هو إيه؟ المفرد وليس المركب. فإذا مصدوق معناه الفرد الذي يدل عليه هذا اللفظ أو الأفراد. فالما صدقات أو المصدوق أو الأفراد هي ما تندرج تحت مفهوم الكل. يبقى الكل له مفهوم ده معنى، وله أفراد، له ما صدقات، له مصدوقات، دي أفراد. واضح هذا الكلام؟ طيب يبقى إذا هو يصدق على مين؟ يصدق على المفرد ولا يصدق على المركب؟ يعني في قوله وهو، ان الشاعر المصنف بدا البيت وهو على قسمين، يبقى مصدوق هو مين؟ المفرد. وعشان كده قال لك وهو على قسمين اعني بمصدوق الضمير المفرد بالنظر الى معناه. طيب المفرد بالنظر الى معناه هيطلع عندي قسمين. تفضل قول يا باشا. كليا بوصف الهمزه كليا. طب ليه نصبتها يا مشير؟ نصبتها ليه كليا ليه؟ وهو اعرف كده وهو مبتدا. خلاص عن المفرده. كلي لو نصبتها يبقى نصبناها ليه؟ الحال ايه يا مشكلة؟ انت كده تبقى نصاب تنصب بغير حق يا راجل. وهو كلي ده يعني عندك وهو كذا كلي، انت بتقسم هو فكلي او جزئي.
هبقى ايه؟ طيب بدل المرفوع لان الضمير مبتدا هنا، وبدل المرفوع مرفوع. اللي مش هيعرف نحو ما يحضر ليش او يعني ما يأملش علينا كتير، لا بد من النحو، لا بد من النحو والصرف، لا بد من النحو والصرف والبلاغه والعروض. الكلام ده مهم. في حد بيدرس نحو هنا ولا مفيش؟ بتدرس كتاب ايه؟ مفيش؟ لا هنعمل ان شاء الله كل علوم الازهر القديمه ان شاء الله. واحنا كل ما بنشوفهم كده كثيرين وكثيرات يعني بنستشعر الواجب ونستشعر الضمير، وحيبقى ان شاء الله كل علوم الازهر القديمه موجوده. بس اصبروا علينا وداوموا على طول. نعم. الأجرمية والله يا ريت الأجرمية بس الأول. احضروا الأجرمية. سيبكم من عقيل في المرحلة الثانية مع الأزهر القديم كان كده. ما كانش أول ما يجي يروح يدخل على طول على لأن فيه العلوم بتاعتنا فيها بدايات، فيها متوسطات وفيها نهايات. في كل فن من هذه فيها البدايات والمتوسطات. فأنتوا احضروا البدايات الأول. في النحو في المنطق وبعدين نلتقي بكم. يعني نفس المجموعة إن شاء الله بعد ما نخلص المنطق ممكن أنا أعتلي بهم إلى مستوى المتوسط في المنطق بعد ذلك. ماشي؟ يبقى كليون يا عم الشيخ. ثم إنها مكتوبة كليون ليه ما فيهاش ألف؟ يعني أنت دلوقتي لا جايبك قواعد ولا جايبك كتاب قدامك مكتوب. يلا. نطلع الموضوع على قسمين كليا أو جزئيا. الله يفتح علي. يعني انت عايز تخليها بدل من قسمين؟ لا. طيب ايه رايك لو خليتها بدل من قسمين؟ ما ينفعش كليا حتى لو تبعناك برضه. ما ينفعش لان قسمين دي مجروره. ها؟ انت تقدر تبدا انت بلدك مش عارف الفرق بين المنصوب والمجرور؟ لو مجروره كل دي ينطقها ازاي؟ كليا؟ مجروره كليا. ها؟ لا. انت بتقول ايه يا عم شيخ؟ العربية. يا للكارثة والله يا شيخ انت خليتني. انا كنت زعلان من اخواننا المصريين لكن الحمد لله كل عند العرب صلوا الحمد لله. يا شيخ حسام حرام عليك. ده كلية لما تقول يبقى كليا، لو مرفوعة كلي، لو منصوبة كليا. يا ابني حوريك فتحة الف كليا. ها؟ لا. طيب لو قلنا على قسمين وانت قسمين دي مجروره ولا منصوبه؟ مجروره. لو عايز انت تخليها بدل من قسمين تبقى ايه؟ كليا. كليا برضه؟ كليا. كليا فتح الله عليك. حتى برضه لو هتخليها من قسمين لان ده غلط مش هينفع كليا. ظروفك صعبه خالص مش ممكن حد يجي كليا. هتفكر في انت؟ انت في سنه كام في كليه اللغه؟ ثانية ثالثة. عاجل عوض اقرأ المولى. لازم تقول كليا. يقدمها هكذا يفضل الكسر عنده طريقة المفتحة يمكن. طيب ماشي يمكن انا ما سمعتش ربما الجزاك قول. طيب يا استاذ عمر هتكون بدل من ايه؟ ان لم تكن بدلا من قسمين على هو يا سيد. وهو كلي وجزئي او جزئي. طب ازاي بدل من هو وهتكون طب ما هو هتكون مرفوعة على الرفع يعني. ما هي مريمة دي لا يمكن تكون الا مرفوعة. تروح لهشام تروح لسوريا تروح لكل اللغة العربية لا يمكن ان تكون الا مرفوعة يعني. ليه؟ ما ينفعش نقول هو على قسمين يعني كلي لو جزئي تبقى كده بدل من قسمين. يا ابني ما ينفعش على قسمين. ما ينفعش بدل القسمين. لو قلت كلي بدل من قسمين انت بتبدل مفرد من مثنى. هل ده ممكن؟ لا. ممكن يا عم الشيخ؟ اللي ما يكونش بدل بعض من كل. اللهم لا حول ولا قوه. انت في كليه ايه؟ الشريعه. يا اخي والله الكليات بترمينا بالرزايا. يا شيخ حرام عليك سنه كام انت؟ طيب من فضلك ارجع للاجروميه باب البدل. الاجروميه. اوعى تقرا كتاب اعلى من الاجروميه. ها؟ ولو جيت اقل من الاجروميه روح ذاكر. ما ينفعش الكلام ده. والله ما ينفع. ما
نعم. هنا في المتن ضابطة جلية وهو على قسمين يعني مفردة جلية ضابطة مين؟ ضابطة انت مشتري لك كتاب تعريفها من على الرصيف عمل لك يعني حالة لي ولا يا سيد ما ينفعش كلية يجي ازاي يا اخوانا كلية وهو البدل ده مش من قسمين البدل ده من هو كلي وجزئي المفرد كلي او جزئي هي العبارة كده ازاي تقول لي المفرد اللي هي هو دي اللي حديثها هو تقول لي المفرد كليا او جزئيا ما ينفعش ينفعش كلام من فضلكم النهاردة تذكروا تشتروا يا اخوانا في كتاب اسمه النحو ايه بتاع على الجالب واضح الصغير ده لازم تشتروا الكتاب هو صغير وكله مش عايز حتى لو معاك فلوس كتاب وروح تشتريه من دار المعارف الشيخ علي الجارب الاديب الشاعر المعروف زمان كان عامله للناس الوافدين اللي هم يعني لسه ما عارفينش خبر عنه هذا الكتاب جميل مبسط القواعد وفيه تمرينات وفي حلول من هذا لازم وكل يوم تقرا درس في النحو اصل النحو ده هو العكازه من غير النحو مش هتعرف حقيقه يعني امبارح انا كنت بسمع نشره ال بتاع اللي بيقولوا فيها الحراره ومش عارف ايه بنيه جايبينها ظهر معجبه بنفسها ومش عارف ايه وتواصل ارتفاعها وخاصة في وقت الظهيرة والله الواحد انا اضحكت يعني ايه المصايب اللي من هذا هي مدام يعني بتتراس ومش عارف ايه ومعلمينها حركات مدربين عليها بخلص انما اللغة العربية تكسر تداس بالاحذية ده مش مهم فاخواننا اللغة العربية رقم واحد رقم اثنين رقم لا يفهم القرآن بدون اللغة العربية مستحيل فاللغة العربية انا ارى المجهود فيها كأنه صلاة او صيام او زكاة عبادة درست اللغة العربية بالذات عبادة وتؤجر عليها كما تؤجر على العبادة يلا يا شيخ هشام احسن اخواننا هاي كلية تعديت اللي جنبك شمال يشمال ويمين ماشي كلي لو في وصف الهمزه جزئي ايوه لمنع الصرف للضروره حيث ما دام قال لك بمنع الصرف يقول جزئي ليه؟ يعني ايه منع الصرف يا شيخ يا لغه عربيه يا ازهر يعني ايه ممنوع من الصرف؟ لا ينون مش كده؟ يبقى لو قلت جزئي ده مصروف انما لو قلنا جزئي ده ممنوع من الصرف فهنا هتخليها مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ لو تقول البيت لو كنت راجل فاهم عروض او عندك حتى حاسة العروض وهو على قسمين اعني المفردة كلي او جزئي حيث وجد لو قلت كلي او جزئي حيث يكسر البيت فاذا انا جزئي ده مضطر اخليها ممنوعة من الصرف لا انونها فجزئي هنا ممنوع من الصرف ليه؟ ايه اللي منعها من الصرف؟ لان ممنوع من الصرف ده ليه قواعد النحو. كانوا يقولون دائما صيغه منتهى الجموع مثلا زي مساجد ومصابيح، والله فاكر شيخنا انا وصغير قال لي ابني لما غلطت فيها مش قال لي في مساجد؟ قلت نعم. قال لي المساجد من جوا في ايه؟ في مصابيح. ما جاء على صيغه مساجد مفاعل او مفاعيل مصابيح ممنوع من الصرف. العله ايه؟ صيغة منتهى الجموع وفي عند العالمية وكذا وفي عند الوصفية وكذا في علل محددة يا هشام يا بتاع حديث اللغة العربية في علل معينة لو جاءت في النص تمنعه من الصرف هنا جزء ده هل ممنوع من الصرف في النحو؟ لا مش ممنوع طيب الله أمال هنا منعته ليه؟ لضرورة الشرع لأني لو صرفته هو ممنوع من الصرف لو صرفته جريا على منطق هذا اللفظ في النحو ينكسر معي البيت فانا مضطر يعني عندي ضروره ان انا اجعله بدلا من هو فعلا مصروف لكن انا مضطر لان يكون ممنوعا من الصرف ماشي يا حاج هشام قول
يبقى كلي او جزئي حيث وجد. عشان كده جاء عند جزئي وقال لك بمنع الصرف يعني ما تنونش. تنونش ليه؟ للضروره. ماشي. حيث وجد. ايوه. اي المفرد فالالف للاطلاق. هو بيقول لك خد بالك عشان بقى انتوا لسه جماعه برضه ايه بنخاف انكم تتوهوا. حيث وجد اصل وجد ده ممكن تفهم على انك انت ده فعل مسند لالف الاثنين. يبقى ايه؟ ضاع الكلام. واخد بالك؟ يبقى مش حيث وجد اللي هو الكلي والجزئي، لا. حيث وجد هذا المفرد، حيث وجد المفرد فهو اما كلي او جزئي. او جزئي. طب ما الواحد يقول انت بتقول لي وجد ده فيها الف. اقول لك الالف هنا بابا في حاجه اسمها الف الاطلاق. الف في الاطلاق وليس الف الاثنين. فوجد الفاعل بتاعه او نائب الفاعل بتاعه مين؟ المفرد الاولاني. حيث وجد المفرد فهو اما كلي واما جزئي. خلاص يا عم الشيخ، هنبتدي نعرف اللي هو ايه الكل. قول. فممكن اشتراك بين افراد بمجرد تعقله بحيث يسبق عليها الكلي. الكلي مبتدا خبر مفهم اشتراك. طيب هو عايز يقول لك ايه؟ الكلي هو مفهم اشتراك. دكتور راجل قال اللفظ المفرد اما كلي واما جزئي. ايه ده هو الكلي؟ الكلي هو الذي تفهم من معناه انه يصدق على اكثر من واحد. يعني هو الذي يصدق على كثيرين. والذي يصدق على ايه؟ كثيرين. بخلاف الجزئي هو الذي لا يصدق على كثيرين. مرة أخرى، الكلي هو الذي لا يمنع تصور معناه، معناه يعني مفهومه، مفهوم الكلي، مفهوم اللفظ الكلي، من تصور أو من وقوع الشركة فيه. هتلاقي واحد اثنين ثلاثة يشركوا فيه. ليه أولاد. والولاد مشتركين تماما في هذا ايه؟ الكلي. بخلاف الجزئي. الجزئي كأنه العقيم الذي لا أولاد له. إذا نظرت له لا يدل على كثيرين ولا تفهم من معناه حتى الشريك فيه أو اثنين أو ثلاثة إطلاقا. فالفرق بين الكلي والجزئي أن الكلي هو الذي يفهم حين تسمع اللفظ وتتخيل وتتصور معناه تفهم أنه يشترك فيه أكثر من فرد. فالذي لفظه يفهم الاشتراك هو ايه؟ الكل. والذي لا يفهم لفظه الاشتراك هو الجزء. خلاص؟ فعشان كده الرجل ايه؟ قال فمفهم اشتراك الكلي كأنه يقول الكلي هو الذي يفهم الاشتراك. وهو يفهم يعني ايه؟ لفظه او معناه يفهم ايه؟ الاشتراك. طيب اشتراك من ايه؟ اشتراك بين افراد. بين افراد سواء كان فردين ثلاثة مش مهم. يبقى اذا مفهم الاشتراك الكلي. طيب فينا روح هنا جنبنا. مفهم الاشتراك الكلي بمجرد تعقله. يعني ايه؟ بمجرد ان الذهن يلتفت الى معنى اللفظ على طول يفهم الاشتراك. فهذه مجرد تعقل معنى الكلي تفهم الاشتراك بين الافراد في هذا اللفظ. وعكسه اللي هو ايه؟ الجزئي هو الذي تعقله او فهم معناه او مفهومه لا يدل على الاشتراك. ماشي يا مشي. اقرأ. فقال لزيد المشترك فيه. يبقى الكلي مبتدأ خبره ايه؟ مفهم اشتراك. لو انت هتعرف لي فمفهم اشتراك للكلي. فعرفها ازاي؟ يبقى مفهم اشتراك خبر مقدم والكلي مبتدأ مؤخر. وكأنه قال الكلي هو الذي يفهم الاشتراك. خرج زيد ماشي. هل بتعريف الكلي اللي هو ما يفهم من اللفظ الاشتراك ينطبق على زيد؟ لا ينطبق على زيد، لان زيد
لما تسمعه زاد يدل على ايه؟ على ذات واحدة، على ذات واحد. يبقى زي المشترك فيه مثلا. طب لكن افرض زيد مخلف 5 ولاد وكل دول بيشتركوا في مين؟ في ابوة زيد، او في انهم اولاد زيد او اشتركوا في زيد. هل تسمي زيد هنا كلي؟ لا. ليه؟ لان زيد لا يدل على الاشتراك بوضع اللفظ. خلي بالك انا دايما واخد الدلاله اللفظيه الوضعيه. لا يدل على ان هذا اللفظ في وضعه الذي وضع له يدل على ايه؟ على افراد. لان مثلا لو خدت انسان يدل على افراد ولا باصل الوضع حين وضعه وضع او وضع اللغوي حين وضعه اصلا ليدل على افراد كثيره. لكن زيد حينما وضع هل وضع ليدل على افراد كثيرين؟ ابدا. فالاشتراك هنا اللي في زيد ده ليس باصل اللغه وليس بوضع اللغه. فخرج زيد المشترك فيه بلوغ مثلا، فانه وان كان يشترك في معنى افراد باعتبار ابوته لهم، لكن الشركة هنا قد جرى اصطلاح فيها بأنها عبارة عن صدق الرأي. الشركة المطلوبة عني اللي هي ايه؟ عبارة عن صدق ذلك المعنى، معنى كلي على كثيرين، على كثيرين. طيب، ولذلك في حاجة يسمونها الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. طيب ما هو زيد ده برضه في 1,000,000 واحد عندهم اسمهم زيد، مش مشاركين في اسم زيد؟ صح. هذا اسم زيد كلي؟ لا. ليه؟ لاني في اشتراك في اللفظ فقط، اشتراك في الثلاث حروف زين ولاء والدال. انما الاشتراك ليس في المعنى ابدا. ليس هناك في زيد معنى من اجله وضع اللغه غالي اخواننا انا زيد ده عشان معنى اطلق على كثيرين. هذا موجود؟ لا. لا. انما انسان نعم انا ساطلق انسان على كثيرين لان معنى انسان يتسع لكثيرين. فالاول اللي هو الاشتراك بحسب المعنى اسميه اشتراك ايه؟ معنى. بحسب المعنى يا اخواننا في لفظ وفي معنى، في لفظ وفي معنى. الاشتراك في اللفظ ده زيرو ولا يديك اي حاجه. انما الاشتراك اللي محسوب معايا انا اللي هو بسببه يبقى اللفظ كلي واسمه يبقى لما يجيب معنى تدرسي، هو الاشتراك في المعنى. الاشتراك في ايه؟ في المعنى. اما الاشتراك في اللفظ ده مجرد صدفة، يعني تصادف قال لي ده سمو زيد وده سمو زيد وده سمو زيد الى اخره. هل مثلا بتلاقي 1,000,000 واحد اسمه احمد، هل في معنى معين لما يجي ده لازم يسموه احمد؟ لا. انما الانسان لازم ينطبق على هشام وعلى احمد وعلى علي وعلى سيد الى اخره. اذا الاشتراك اللي هو ما يقصده هنا المصنف اللي هو على اساسه لو كان عند الاشتراك يكون كلي، ولو ما كانش عند الاشتراك يكون الاشتراك في ايه؟ في اللفظ ولا الاشتراك في المعنى؟ اشتراك في المعنى. ولذلك الاشتراك قسمين، اشتراك مشترك لفظي حتى يكون مشترك لفظي، ومشترك معنوي. ومشترك ايه؟ معنوي. ماشي هذا الكلام؟ اللي بيفرد الكل من الجزئي هو الاشتراك المعنوي. الاشتراك ايه؟ المعنوي. اقرا يا شيخ. ولذلك يقسمون الشركة يقسمون انت بس اسمع كلام لان كنت يعني ما احسن شوية كلام يعني حمنصلك بدارك. طب ليه صار مش هتنسى بالعلم وبالعلم الاخطاء. قول. ولذلك يقسمون الشركة إلى الاشتراك اللفظي والمعنوي. أيوة. ويريدون بالأول المشترك. أيوة. وبالثاني الكلي. الأولان المشترك اللفظي والثاني كل. ده في شغل في معنى، وفي معنى يقال على كثيرين ده هو. أما الأولان ده يعني إيه؟ ده مشترك لفظي بهم الناس. ماشي يا مشي. وقسم الأقدمون الكلي إلى 3 أقسام. ما لم يوجد منه شيء. الكل ده
ما انت بتقول لي كل هو الذي يدل على افراد او هو الذي تشترك فيه افراد. طيب معنى كده ان كل لازم توجد منه افراد، مش كده؟ افراد كثيره ولا فرد واحد ولا ممكن يكون كل وليس افراد؟ خلي بالك من تقسيم الكل ده، مهم جدا تقسيم الكل. فالكل كل حتى ولو لم يوجد له فرد في الخارج. ليه؟ لان مناط الكليه والجزئيه عندي ليس انطباق المعنى على افراد في الخارج، وانما انطباق المعنى على افراد ولو في الذات. ولو في الذات ماشي يا مشير. الى ثلاثه اقسام. ولذلك الكل ينقسم الى ثلاثه اقسام حسب وجود افراد. يعني هذا التقسيم الان ناظر الى الكل بحسب وجود افراد. كم قسم؟ تفضل. ما لم يوجد منه شيء، وما وجد منه واحد فقط، وما وجد منه افراد. ودي قسمه عقلي، لان الافراد اللي برا ممكن اقول هناك كل لا افراد له في الخارج، ولكن سميته كل عشان لي افراد ممكن اتصورها ازاي. هناك كل فرد واحد فقط، وهناك فرد كل يكون لي اكثر من فرد. هجيب لك امثله للثلاثه دول. فجاء المتأخرون وقسموا كل قسم من الثلاثة إلى قسمين، فصارت الأقسام ستة. طيب. فقسموا الأول إلى ما يتبقى. الأول اللي هو إيه؟ الأول الذي ليس له فرد أبدا. لا الكل الذي لا يوجد له فرد في الخارج. القسم الأول. الكل الذي لا يوجد له فرد في الخارج. اكتبوا ده القسم الأول. الكل الذي لا يوجد له فرد في الخارج. ده هيبقى قسمين. ما لا يوجد له فرد في الخارج مع استحالة، مع الاستحالة على سبيل الاستحالة أو على سبيل الإمكان. يعني يستحيل أن يكون له فرد، أو هو ما ليش فرد لكن ممكن يكون. فده كله قسمين لإيه؟ لقسمين، للقسم الأولاني. القسم الأولاني الكل الذي لا يوجد له فرد في الخارج. القسم الثاني الكل الذي يوجد منه فرد. القسم الثالث الكل الذي يوجد له أفراد. دول الثلاثة الرئيسيين. في كل واحد من الثلاثة دول بلاحظ قسمين، مع الاستحالة أو مع الإمكان. مفهوم يا إخوان؟ طيب. يبقى نقول كده وقسموا كل قسم من الثلاثة إلى قسمين. نعم. فصارت الأقسام ستة. نعم. فقسموا الأول إلى ما يتأول هو مين؟ ما لم يوجد ما كل الذي لا يوجد له فرد في الخارج. ماشي. إلى ما يستحيل وجوده. ما يستحيل وجوده. نعم. كالجمع بين قطبين. أيوه. وإلى ما يمكن وجوده كبحث من زئبق. دلوقتي أنا عندي يمكن قلت لكم قاعدة في الأول، بديهية بديهيات العقول استحالة اجتماع الضدين او النقيضين. قلنا عرفت الفرق بين النقيضين والضدين ولا من زمان؟ احنا شرحناها. الشيخ سيد ممكن يشرح النقيضين. ايه يا شيخ سيد؟ النقيضين يعني ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الله يفتح عليك. والضدين ما لا يجتمعان وقد يرتفعان. خلاص. النقيضين هما الامران اللذان لا يجتمعان معا. اكتبوها. النقيضان الامران اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. اما الضدان فهما الامران اللذان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان. مثال الضدين الاسود والابيض، فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان بان يكون الشيء احمر او اخضر. اما النقيضان فمثاله الاسود واللا اسود. وعشان ما تنساهاش مثل لها بالحركه والسكون. الحركه والسكون لا يجتمعان في شيء ولا يرتفعان عن شيء. لكن ما بنسميهمش نقيضين. ليه؟ بنسميهم في قوه النقيضين، لان النقيضين عندي اللي هو النفي والاثبات، تثبت شيئا وتنفي نفس الشيء. هو ده التناقض. التناقض دائما يقع بين اثبات ونفي. لازم لا، لازم غير الى اخره. لكن زي مثلا نائم وصاحي او ليل ونهار او كل دي بسميها هي قوة النقيضة. طيب هنا عندي قاعدة، عندي الضدان لا يجتمعان. دي قاعدة ولا
كلية. كلية مش كلية؟ لأن لها أفراد عدد ممكن تجيب مليون مثال كما قلت لكم. الأخضر والأبيض ضده، الأسود والأصفر ضده، في أكثر من مثال. طيب هل يوجد في الخارج مثال لهذا الكلي اللي هو الضدان لا يجتمعان؟ هل الأعلام في الخارج ضدان أقول الله هذان هما الضدان اللذان لا يجتمعان؟ لا. ليه؟ لأني لو وقع في الخارج إذا انتفت القاعدة، يستحيل أن تجد ضدان يجتمعان، صح ولا لا؟ يستحيل اجتماع الضدين. ليه؟ كلي. له انا تقول والله انا عندي مثال في الخارج، تقول لي فيه اني اهل الضدين وممكن يجتمعوا، يستحيل. ما فيش. يبقى لا يوجد. وكل القواعد العقلية لا توجد في الخارج، اللي هي البديهيات لا توجد في الخارج. اذا من المستحيل زي ما قال هنا اجتماع الضدين كالجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين ده ممكن؟ مستحيل. ما دام مستحيل اذا لا يقع في الخارج. لان ايه معنى مستحيل؟ لو خدت عن الكلام اقسام حكم العقل لا محاله، هي الوجوب ثم الاستحاله الى اخره. المستحيل هو الذي لا يقع. فاذا كان عندك كل معناه استحاله يطلق على مليون مثال من امثله الاستحاله، لكن في الخارج لا يمكن ان يوجد له ولا فرض، لانه لو وجد له فرض يبقى مستحيل، يبقى طلب الى ممكن. واضح هذا الكلام؟ هذا المثال الاول. لكن احيانا يقول لك مثلا بحر من زئبق، ده كل ليه؟ لان انا ممكن اتخيل كده ان البحر الاحمر اصبح بحر من زئبق، ممكن تصور، مش ممكن؟ والبحر الابيض بحر من زئبق، والنهر النيل بحر من زئبق، والبحر الميت اللي شفناه في الاردن بحر من زئبق، ونهر السين اللي في باريس ده نهر بحر. ممكن تصور ولا لو عايز تحلم كده انت وشرب لك كوبايه شاي وقاعد كده بتاع ممكن اجيب. طيب يبقى ده كلي، لان انا قلت لك المهم عندي في ان يكون اللفظ كليا او جزئيا هو صدقه على كثيرين بحسب التصور الذهني. فاذا صدق على كثيرين بحسب التصور الذهني فهو كلي. لكن هل يوجد في الخارج بحر من زئبق؟ لا. طب يستحيل؟ ممكن عقلا ولا ممكن؟ ايه المشكلة يعني؟ ممكن في العلم في الاخر يصل الى ان يعمل لنا ايه، يحول لنا الهواء الى زئبق ويزيد علينا الزئبق ويتعمل البحر او يتعمل نهر. ممكن مش ممكن؟ زي الوصول مثلا للقمر، حد كان يفتكر انه نفس القمر؟ يبقى اذا هذا هو الكل الذي لا يوجد له فرض في الخارج، لكن مع امكان وجود هذا الفرض الاولاني لا يوجد له فرض في الخارج، ولكن مع استحاله ان يوجد منه فرض في الخارج. ماشي، انتهينا من القسم الاول. طيب وقسم الثاني اللي هو ايه؟ ومع امكان ان يوجد منه فرض اخر. مثلا مفهوم الله او الاله. الاله ده ايه رايك؟ نفس جزئي ولا كلي؟ يعني يصدق على اكثر من اله؟ المفهوم كلي. ايوه. اما المصدر لا يصدق. انا ما بتكلمش عن مصدر. هل احنا بنتكلم المفهوم، تعريف المفهوم ايه؟ افعال الكل ايه؟ ما لا يمنع نفسه تصوره من وقوع الشركه دي. هل لفظ اله بهذا المعنى يكون كلي ولا يكون جزئي؟ كلي. ليه؟ المسيحيين قالوا 3، وفيه اللي قالوا 50، والقدماء المصريين حتى ما خلوا ولا حاجه، كله ده اله مش عارف ايه ولا ايه. اذا الذهن او العقل لا يمنع من تصور وجود الهه كثيره. فبهذا المعنى لفظ الاله ده لفظ كلي. لكن تعالى نراجع الرصيد بتاع افراد في الخارج. رصيد افراد في الخارج قام الدليل على انه لا يوجد منه الا فرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب مع امكان وجود فرد ثاني ولا مع استحاله؟ مع استحاله. يبقى لفظ اله لفظ كلي.
الذهن يجوز وقوع الشركة فيه، التصور يجوز تصور الشركة فيه. يعني كما قلت لك ممكن تتصور آلهة كثيرين ولا تتصور، لكن لا تتصور مثلث بأربعة أضلاع. شوف الفرق بين التصورين، العقل لا يتصور هذا أبدا، فهذا مستحيل. لكن هل مستحيل أن يتصور الذهن آلهة؟ لا مش مستحيل، مش مستحيل. طيب نيجي نشوف هل هذا المفهوم الكلي ينطبق في الخارج على ايه؟ قام الدليل العقلي القاطع والبرهان على ان هذا المفهوم الكلي لا يوجد منه الا فرد واحد مع استحالة وجود افراد اخرين. واضح؟ طيب اقرأ المثال يا عم الشيخ. وقسم الثاني وهو ما ولد منه واحد فقط الى ما يستحيل وجود غيره معه كالاله والى ما يمكن كالاله او كالاله. كالاله مفهوم الاله يا اخي معرف ولا معرف؟ ايه المشكله انا هحاول الاله مصطفى على الله او اذا كان كالاله مصطفى نخلص من سوريا تسلمنا تركيا يا شيخ. يا شيخ أخان أنت بتتكلم على التركيب والتعريف ولا بتتكلم على الكلي والجزئي؟ الكلي والجزئي. طيب يعني مش ممكن يكون كلي معرف؟ طيب الإله إيه المشكلة لو قلت الإله؟ ما هل العقل يمنع أن يتصور من كلمة الإله أن هناك آلهة كثيرة؟ يتصور. يبقى الإله ده إيه؟ كل إله. طيب ما هو رأيك أنك الإله؟ زعلان إيه؟ إذا أردت نفس الإله مش يوصل في الإله. لو كان فيهما آلهة ازاي هتتصور هذا الدليل في القرآن الكريم الا اذا تصور جواز وجود آلهة كثيرين؟ وايه الفرق بين الاله والاله في التصور الشرك؟ ايه الفرق عنه؟ يعني لو قلت لك يبقى لا ما ينفعش اله مثلا والاله ناقص حتى ولا ايه؟ طب ما ايه الفرق عكس الاله لو تقول قال اله؟ كان المعرف يطلق على الله بس إذا كان الإنسان مصطفى على الله بغيره. طيب يعني إذا كان نكرة ما يطلقش على الله يطلق على الله بغيره. طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا أطلق إله على لفظ الله. طيب إله ما يطلقش على 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 لفظ على غير الله سبحانه وتعالى. اما طيب غير مستعجل ما دام الاله يطلق على غير الله سبحانه هو الكل. انت بس من الموضوع شيء انا مش فاهمه طبعا عايز تقول ايه بالضبط؟ ماشي انا عايز اقول ان يكون كاله كاله. طب الاله ايه عشان كاله ايه المشكله؟ سيبك من المسألة، أنا إحنا لا لا مش خلاص يعني بس أنت إيه مشوش عليك في هذا إيه؟ لا أنا غلط يعني أعرف أن إذا كان النفس الإله معرف يطلق على الله بس. على تعريف المعرفة في علم النحو أنه ما يطلق على شيء معين. فهو ورد بآل التعريف. لكن يعني يحدد اشكال بالانسان، والانسان برضه ورد بالتعليم. الله يفتح عليك، انا كنت اعترض عليك الحمد لله اعترضت على نفسك. طيب لما تقول لي طب الانسان ده مش يطلق على شيء معين ولا الانسان ده ما يطلقش على حاجه؟ لا يطلق على افراد. انا يطلق على افراد. طيب ايه المشكله؟ الاله لا، الاله هو كلي ينطبق على كثيرين بحسب التصور الذهني. لكن لما يطلق الخارج الا اله فرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، او هو الاله الحق. الاله الحق مع استحاله ان يوجد فرد ثاني او ثالث. ايه اللي ممكن انت تفترض به علي في هذا التقرير يا شيخ القران؟ فتح الله عليك. طيب
وبالتالي المحتاج سيدي لي سبب منها. كل مولانا من زمان كنا مولانا كان كل مولانا يعني كنت عايز اعزمني شوية انما سيدي دي لا شوف يا سيدي انت دلوقتي ممكن تكون حضرتك فأنا جاهز مش كده جدا طيب لو قلت انت فقير يا شيخ مختار ما سيبك من سيدي انت دروس عند الشيخ مش عارف حتى المشايخ والله زمان كنا نقول مولانا وشيخنا وبتاع دلوقتي سيدي وسيدي حتى توافق الكلام الشيخ مختار لو قلت هو جالس قائم وانا اقصد جالس بالفعل ولكن قائم بالقوة بمعنى انه له القدرة على ان يكون معكم هذا تناقض ليه؟ لان الجهة يقولون ليست واحدة الاثبات والنفي انا باثبت لك الخيار وباثبت لك الجلوس وبالفي عنك الجلوس حين تقول هل الاثبات والنفي يردان على مورد واحد؟ لا ليه؟ لأن الجلوس وارد عليك الآن والقيام وارد عليك باعتبار ما سيأتي إذا فكت الجهة التناقض لابد أن يكون على أرض واحدة الاثنين النفي والإثبات يجوا على نقطة واحدة ده التناقض لكن لو الإثبات راح على نقطة والنفي راح على نقطة ما يسماش تعارض ولا يسمى تناقض التصور اللي عندي يتصور الذهن أن هناك أكثر يتصور خذ بالك يتصور الذهن أن هناك أكثر من إله لكن يقوم الدليل العقلي في مقام الإثبات والتحقيق على أنه لا يوجد إلا إله واحد حق إذا عندي مقامان مقام التصور ومجرد التصور وعندي مقام التحقيق والاستدلال هل النفي هل لما يتجه يقول انا في مقام التصور اتصور اثنين لكن لما تجيبون الاستدلالات فعلا اعرف او افهم انه لا يوجد الا واحد هل هذان مقامان او هما مقام واحد هما مقامان اذا هل الاعتراض واحد اللي تقول عليه التناقض فتح الله لازم تتفطروا لموارد النفي والإثبات باستمرار وكل لغة الناس ولغة السياسيين ولغة المفكرين اللي تشوفوه ولغة كله جاي من كما يقول العلماء عدم تحرير محل النزاع فيكون النفي وارد على 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 مورد والإثبات على مورد آخر والحوار وارد الشر وده اللي بنسمعوه وده اللي بنتعامل بيه فخليكم ايه يعني متركزين لهذا يعني رسول الله الذهن يمكن ان يتصور وجود شريك جسمي لا يصعب عليه هذا لكنه لا يصدق بذلك لكنه في مرحلة التحقيق والتصديق يقوم الدليل على ذلك فقط ومع اعترافي بانه لا يوجد له حق في نفس الوقت يتصور اكثر من ذلك لانك انت قد تتصور الامور الكاذبة وقد تتصور الامور اللي هي على مستوى العادلة لا تحصل فهذه الامور غير موجوده لكن الذهن وذلك يقولون لا حجر في التصورات لا استطيع ان احجر على العقل في تصوراتي ان العقل ده بيسافر الى حاجات ضخمه جدا ماشي الى ما لا يمكن وجود غيرهما المره دي عندنا الشمس زي ما قالوا زمان العلماء عندنا شمس مثلا الشمس ده كلي ولا جزئي؟ كلي لان انا ممكن اتخيل اني فتحت الشباك الصبح لقيت 15 شمس طلع هل في حجر على ذهني في هذا؟ خلاص اذا الذهن تصور وجود افراد كثيره للشمس اذا الشمس ده كله ما دام نشوف انت عندك المعيار بتاعك انك انت تقفل عينيك وتتصور هل ممكن تتصور فيه اكثر من واحد ولا تصور اكثر من واحد ده هذا كله انتهي لكن في الخارج تطلع في الخارج تراجع الصوره اللي عندك في اللي انت وقاعد كان ما تشرب شاي تشرب سجاير في الحاله المحشيه ولا مش عارف ايه وتخيل
تيجي تروح لما تصحى ترجع الواقع. هذا اللي تصورته ده أنا في الواقع. في فرد ولا ماليش فرد؟ وجدت لي فرد هو الشمس. طيب هل يمكن أن توجد له أفراد آخرين ولا مش ممكن؟ ممكن وجده. كان زمان علماءنا لما كانش فيه الفلك تقدم، دلوقتي وجدت شموس كثيرة. إذا ما المثال ده بحسب ما وجد له فرد مع إمكان وجود أفراد أخرى. يبقى هذا القسم الثاني. القسم الأول تكلمنا عليه ما لا يوجد له فرد وهو إما على سبيل استحالة وجود أفراد كقواء أو قوانين استحالة، زي مثلا الجمع استحالة الجمع بين النقيضين، وإلى ما يمكن أن يوجد له فرد من أفراده كنهر من زرع. ده القسم الأول انتهينا منه. القسم الثاني اللي هو الذي وجد له فرد واحد مع استحالة وجود فرد آخر كالإله، أو مع إمكان وجود أفراد آخرين كالشمس. ماشي يلا شوف. وقسم الثالث إلى الثالث اللي هو إيه؟ هو الذي وجد له أفراد كثيرة. ماشي. إلى ما ولد له أفراد متناهية كأسد. أيوة. وإلى ما ولد له أفراد غير متناهية كصفة ووجود وشيء وثابت، فإن أفرادها غير متناهية. نعم. إذ منها الصفات الوجودية القديمة القائمة بذاته تعالى. وقد دل الدليل من السنة على أنها لا نهاية لها. يلا مشي عشان بقي معنا ربع ساعة. واستحالة وجود ما لا نهاية له. القسم الثاني يا إخواننا، القسم الثالث هو الأخير اللي هو الذي وجد من أفراده كثيرين. طيب وجد من أفراده كثيرين متناهيين ولا بلا نهاية؟ يعني دائما يوجد أفراد على طول على طول على طول. برضو ده قسمين. القسم الأول مثاله زي إيه؟ زي الأسد أو زي الإنسان. صحيح أفراد كثيرة جدا، لكنها أفراد متناهية ولا غير متناهية؟ طبعا متناهية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والمحصي والمعدود متناهي. إن شاء الله يكون أي رقم كيلو أرقام ما دام له محصور بين واحد وفي النهاية هذا إيه؟ متناهي. يبقى إذن هذا الإنسان ده كلي له أفراد متناهية. أسد كلي له أفراد متناهية. القسم الثاني اللي هو أفراد غير متناهية مثل إيه؟ موجود وشيء وثابت. دي أفرادها إيه؟ غير متناهية. ليه؟ إيه الفرق بين موجود وبين إنسان وبين أسد؟ موجود دي أصله تدخل فيها الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الصفات موجودة. أقول إنها موجودة ولا لا؟ وأقول إنها ثابتة. فثابت ده لفظ كلي أو معنى كلي من أفراده الأمور الوجودية ومنها الصفات. فصفات الله سبحانه وتعالى هل تتناهى؟ لا، صفاته كمالية لا تتناهى، لأنه سبحانه وتعالى مطلق ذاتا وصفة، فهو لا نهاية لصفاته. إذن كلمة موجود كلمة معنى كلي أو لفظ كلي وله أفراد، وهذه الأفراد غير متناهية. خلاص. طيب إذ منها الصفات الوجودية القديمة القائمة بذاته، وقد دل الدليل من السنة على أنها، يعني صفات الله اللي هي أسميها موجود وأسميها ثابت، أنها لا نهاية لها. وحتى شيء مثلا في الجنة، مثلا نعيم الجنة لا يزول ولا نهائي، فبرضو لكن يطلق عليه أنه إيه؟ شيء، مش كده؟ طيب وقد دل الدليل من السنة على أنها لا نهاية لها، واستحالة وجود ما لا نهاية له إنما تثبت في حق الحواس. خذ بالك في حتة صغيرة هنمر عليها مرور بسرعة، لكنها درس كبير في عند الفلاسفة. يعني الفلاسفة يقولون يعني الذي في حاجة اسمهم دليل التسلسل، عندهم دليل التسلسل يفضل أن يكون هناك شيء لا متناهي وموجود.
يعني اللا متناهي لا يكون موجودا عنده. لا متناهي في الأشياء اللي هو يحدث ثم يعدم، يحدث ثم يعدم إلى آخره. استحالة وجود ما لا نهاية، لأنه وزرتي أثبت لك كل له أفراد لا تتناهى، مش كده؟ ومثل له بإيه؟ بموجود. خاف أنك أنت تعترض عليه تقول له إزاي أنت بتقول وجود أمور لا تتناهى، مع أن في باب في الفلسفة اسمه استحالة وجود ما لا يتناهى. ده باب فيها من أبواب الفلسفة، يستحيل وجود ما لا يتناهى. إزاي؟ قال لك والله الكلام اللي تسمعه هناك ده استحالة وجود ما لا نهاية له تثبت في حق الأمور الحادثة. أما مثال اللي مثلت به فهو الصفات الإلهية وهي ليست بحوادث، واخد بالك؟ لأن فعلا يستحيل تسلسل حوادث إلى ما لا نهاية له. أصل ما دام حادث لازم هتقف فيه عند نقطة ده، وده يعني يجي في الفلسفة، ولو احنا ان شاء الله المرة القادمة درستكم الفلسفة ممكن نتناول هذا. نعم ممكن نعم حاجة، بس هو الفرق ان نعيم الجنة غير زائل لا توقف في المستقبل. حتى الشاعر اللي قال على كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال الا الى نعيم الجنة فانه نعيم لا يزول. ممكن يكون حادث لكن لا يتناهى في المستقبل، لا يتناهى في المستقبل. لكن الصفات الالهية دي طبعا لا لها نهاية لا في الماضي ولا في المستقبل، فدي يمثل لها بالكل الذي له موجودات لا تتناهى او امثلة او افراد لا تتناهى. لا يعترض عليه بما يقرر في علم الكلام او في الفلسفة من مبدأ استحالة وجود حوادث لا نهاية لها، لان اللي بتكلم فيه حوادث لا نهاية لها، اما الصفات فليست حوادث. فاذا المثال والتقسيم سليم، مفهوم ايها الناس؟ ممكن يقول نعيم الجنة يتناهى عقلا وان كان لا يتناهى واقعا، يعني العقل يجوز انه يتناهى ولكن الواقع بحسب ما أخبرنا الشرع ليس كذلك. طيب ما زي الإله وأمن والكلام تقسم إليه ما الفرق؟ وبعدين نعيم الجنة ثبوت عقلا ولا سمعا يا مشيخ؟ سمعا قام الدليل سمعا، إنما في الإله قام الدليل عقلا. خذ بالك اوعى واحد يقول لي أنا آمنت بالله علشان أنا قيل لي أؤمن، جاءني نبي. أبدا الاستدلال الإيمان بالله يقوم على الدليل العقلي. هناك أصول من الإيمان، أصول الإيمان بالله لا يقوم على الدليل السمعي أبدا، اوعى تقعوا في هذه المشكلة. لا يقوم على الدليل السمعي، الذي يقوم على الدليل السمعي مثلا ممكن حتى وحدانية تباقى لنا على الدليل العقلي، ممكن الصفات تقوم على الدليل السمعي، ممكن العالم الآخر كل البعث الجنة النار الحساب نعيم الجنة الأبد كل ده تقوم على الدلائل السمعية. أما وجود الله سبحانه وتعالى فهو دليل عقلي، حتى الشيخ محمد عبده كنت أقرأ فيه بالأمس قال يعني اتفق علماء المسلمين إلا من لا يعتد بعقله ولا بكلامه على أن الإيمان بوجود الله في الإسلام أول خطوة عندي في إيماني تقوم على العقل ولا تقوم على النقل، لا تقوم لا على حديث ولا على آية. لابد علشان أؤمن بالقرآن أولا أؤمن بأن هناك إله قال هذا الكلام. فلو أنا أؤمن بالإله بناء على كلام القرآن بينما إيماني بالقرآن متوقف على إيماني بالله، هذا هو الذي يسمونه الدور المستحيل. فإذا يجب أن يكون إيمانك بالله أولا عن طريق العقل، فإذا ثبت وصدق العقل أن هناك إله يرسل رسل وهؤلاء الرسل يبلغون عنه، إذا الإيمان بالقرآن يأتي في المقام السابق. واضح هذا الكلام؟ حد ما يدرسكم التوحيد؟ دكتور حسن شافعي كويس كما نستفيد منه. وصلت لفين في الأمور العامة؟ في الوجود أو في النظر؟
الوجود. طيب الوجود ده يعني له تعريف ولا لا؟ ممكن يعرف؟ لا بديهي. طيب بناتنا بيحضروا علم الكلام ولا لا؟ ها؟ احضروا علم الكلام، واذا كان في فلسفه احضروا الفلسفه مع العلوم لازم عشان تبقوا ان شاء الله زي الناس الاخرين اللي بيدرسوا المنقول والمعقول مع بعض، وزي بيبقوا حجج لما بيشوفوا في المؤتمرات بيجوا من طهران حجج في العلوم، واحنا هنا يغزونا لا ما تدرسش ده كفر ده فسق ده ضلال، احفظ متن ابن القيم النونيه يا شيخ سيد وتبقى بعد كده ايه عالم. لما بعض يقول ان علم الكلام الذي وضعه المسلمون يرتبط ارتباطا وثيقا بمناهج الفلسفه القديمه، وهذه المناهج قد تغيرت تماما بالفلسفه الحديثه، فلا حاجه الى علم الكلام في هذا الامر. هذا كلام من لا يفهم حرفا لا في علم الكلام ولا في الفلسفه القديمه ولا في الحديث يا مولانا. يعني والاجابه على هذا يعني اجابه صريحه قد تؤذيك إذا كنت تعتقد هذا. لا لا أبدا والله، أنا بس أريد أن أعرف الجواب على الشك ويعني مجالات الاستفادة من علم الكلام في العصر. ده لابد من علم الكلام في العصر، شوف لابد، وإلا هيتلم عليك أي واحد من أبونا إياهم هيكعبلك، لأنه هو دارس عن الكلام بتاعه. يا فضيلة مولانا، ويا وين عاد لو أنت حاورت بلحيتك دي وبعد ما سبت وبعد خمس دقائق ما استحملتش غلوة في ايدي تبقى فضحتنا بجلاجل يا عم عشان يقول لي لا ما فيش حاجة اسمها زي أزهري بعلم الكلام والكتب دي وبعلم الكلام، اللي ما يفهمش علم الكلام والفلسفة والمنطق والله لو حط فوق رأسي 50 عمامة لا أزهر ولا أشم رائحة الأزهر ولا أثق في علمه كمان، لأن الآن الحوار مش على قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معانا نعم. الأول تقدم المقدمة العقلية والتمهيد العقلي، بعد ذلك تأتي بالآية وتبقى تمام. إنما هتقول له قال الله تعالى، هو أساسا لا يؤمن بالقرآن، كيف تناقشه أو كيف تستدل عليه؟ هذا هو المطلوب. ولذلك الولاد اللي هم الجهلة دول ليه بيحاربوا هذا الكلام؟ لانهم جهله. ولذلك تجدهم يحاربوا يقول لك لا ما تعلمش منطق، ما تعلمش فلسفه، مش عارف ايه، كما تردد فضيلتك الان. طبعا ده بالنسبه لهم مساله حياه او موت، لانك انت لو تعلمت هتفتش بضاعته من اول دقيقه، وانه هو رجل تاجر وغشاش بيدلس بضاعه وبيبيعها. مش هتعرف الا بهذا. يلا يا مولانا كمل يا شيخ. ولم نجد هذا التمثيل لاحد، وانما يمثلون له بحركه الفلك في الفلاسفه من انها لا اول لها، وهو مذهب باطل ومعتقده كافر اجماعا. لا مش لسنا معه ولا اجماعا، وهو اصل حكايه اجماع اللي سهل يكفر وحط اجماع، ما حصلش كلام. ماشي. مثل لها له بعضهم بنعم الله، نعم الله سبحانه وتعالى، انها ايه؟ لا تتناهى. ماشي. وليس بصواب. ايوه. لان الكلام فيما ولد منه افراد بالفعل لا نهايه لها، ونعمه الله لا نهايه له بمعنى اخر، اي بالنظر لما سيوجد منها ابدا الاخر. صحيح. ماشي. وعكسه زي وعكسه وهو ما لا يفهم اليه. عكس مين؟ عكس الكل. يبقى عند الكل وعنده عكسه اللي هو ايه؟ الجزء. اللي هو لا يفهم منه الاشتراك في معنى. ماشي. وهو ما لا يفهم الاشتراك بالمعنى ما لا يفهم الاشتراك بالمعنى المتقدم. اللي هو الجزء. الجزئي مبتدا هو اكثر، وعكسه خبر مقدم. يعني الجزئي عكس الكلي. ماشي. وذلك كزيد. ايوه. لان مفهومه من حيث وضعه للذات المقصوده. من حيث وضعه. 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 طيب ايوه انا عايز واحد غير عربي خالص يقول ايوه. طيب انت ها ما شاء الله ده ادق من افريقيا، ادق من شرق اسيا. في حد تاني افريقيا انت ايه؟ ها؟
بيقول ايه؟ نعم. لو زي حالاتكم تعلمتوا بالبتاع والتعريفة تعلمتوش بشرشر وفلفل كان تحفظوا وألزموا إضافة إلى الجمل إذ وحيث وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ ذا أنت الجمل حيث لا تضاف إلا إلى الجملة لا تضاف إلى مفرد أبدا احفظوها حيث اللي يجي بعد حيث ده جملة ما دام جملة يا جملة فعل حيث قام زيد أو جملة فعلية أو جملة اسمية حيث زيد قائم أحيانا يجيك اسم بس بعد إيه حيث فأنت يتخيل لك أن تروح ضايف حيث إلى إيه ما بعده وتجره لا اللي بعد حيث ده مبتدأ خبره محذوف مثلا درست حيث زيد يعني حيث زيد جالس وهنا حيث ايه مكتوب شوف فين هي من فان مفهومه من حيث وضعه للذات يعني حيث وضعه ثابت للذات او قائم للذات يبقى الخبر هنا ايه محذوف الاسم اللي بعد حيث اذا كان اسم اعلم انها جملة اسمية وده مبتدا خبر محذوف او خبر مبتداه محذوف فيكون دائما ايه مرفوع اذا كان مثنى ترفع بالالف بمفرد ترفع بالضمة وهكذا ماشي فان مفهومه من حيث وضعه للذات من حيث وضعه للذات المبسوطة لا يتم الاشتراك ولا يعني بالضبط زي ما قلت لكم في الاول زي ده يعني من حيث وضعه على فلان او احمد من حيث انه اسم على فلان لا يفهم منه الاشتراك لا يفهم منه الاشتراك مش يعني فيه معنى لاحظنا فيه زي اول ولد واحد يقول لا ده مولود على وضع معين ده لازم يكون اسمه زيد لا مش الكلام ده ماشي ولا عبرة بما يعني له من اشتراك لفظي لان المراد هو الاشتراك المعنوي وقد له الكلية تأليف على الجزئية ليه يعني في المؤلفات دي عرف عرفنا في الكلية وبعدين عرف الجزء ايه ليه لان هو المفروض عرف الجزء وبعدين عرف الكل لكن ليه عشان ايه قدم الكل طبعا دي فلسفه هنقولها يجب عنايتهم به ده انا بحتاجه كتير حقيقه لانه ماده الحدود الحدود عن التعريف لان في التعريف انا بستعمل الكليات والبراهين والمطالب غالبا بستعمل الكلي بخلاف الجزء ماشي يبقى اول حاجه الان طبعا بهتم بيه اكثر عندي فانا قدمت في التعريف ماشي والمصنف زاد عليه بنقطه اخرى وهي انه عرف الكلي بامر وجودي لما عرف الكلي قال مفهم اشتراك ولما عرف الجزء قال عكسه هو الذي لا يفهم اشتراك فتلاقي السلب داخل في تعريف الجزء بينما الكلي معرف تعريفا ايجابيا والايجاب اشرف من السلب فقدم الكلي طبعا دي فزلكه كله دي ايه؟ انما يعني تمرين عقلي لكم ماشي وهو كونه يحكم الاشتراك والجزئي بالسلب وسلب الشيء لا يعقل الا بعد تعقل وجوده وهم عرفوا الكلي بالعلم اي ما لا يمنع نفس تصوره من تلقيه على كثير طيب انا يعني اديكم ملخص لحد الكليات خدوا بالكم الكل دائما يقال على ما تحته زي انسان مثلا يقال على احمد وعلي وزيد الى اخره طيب ايضا حيوان يقال على انسان وعلى فرس وعلى اسد وعلى قرد وعلى غزال الى اخره وهكذا اذا الكل دائما يقال على ما تحته يقال على ما تحته طيب الكليات قسموها اقسام خمسة سندرسها ان شاء الله في مايل على فكرة انا معلش الاسبوعين يمكن القادمين مش هحضر لان برضو مسائل مرة اخرى فيمكن التقي معكم بعد اسبوعين ان شاء الله فالى ان نلتقي فكروا في هذا الكلام حولكم الكل ده ممكن يكون اسميه كل ذاتي وممكن اسميه كل عرضي مثلا لو خدنا انسان بالنسبة لافراد الانسان لو خدت كلمة زي ناطق
ده كل ذاتي ولا كل عرضي؟ لا مش عرضي، معلش ذاتي. ليه؟ لان ايه الذاتي وايه العرضي؟ الاجزاء التي تكون ذات الشيء ده اسميها امور ذاتية. اصلي اخوانا الشيء يتكون او يتجوهر او يتشيع كما يقولون بامرين او بنوعين من الامور، امور تكون ذاتية فيه هي تشكل بناء الداخلي، وامور عرضية زي البيت. البيت لا يمكن ان يكون من غير حائط وسقف. ممكن يكون بيت من غير حائط وسقف؟ اذا الحائط امر ذاتي جزء من البيت، والسقف ايضا جزء من البيت، لكن قد يكون البيت على شكل مستطيل، وقد يكون على شكل مدور، وقد يكون على شكل مثلا مثلث الى اخره. هذه الامور، هذه الصورة الثانية دي، هل صورة ذاتية ولا صورة عرضية؟ صورة عرضية. ليه؟ لانها تزول وتعرض. يعني هذه في بيت عندي مستطيل وبيت جنبه مدور، صفة التدوير زالت عن البيت الاولاني، ومع ذلك هو بيت. لكن ما تقدرش تشيل السقف او تشيل الحوائط ويظل البيت بيتا. اذا الاجزاء التي تدخل جزءا في الماهية اسميها ذاتيات. ذاتيات الشيء هي اجزاؤه الداخلي. الاشياء التي فعلا هي داخلة معك في البيت لكن ليست جزءا، وانما هي امر يعرض له بعد تكون هذه الماهية، اسميها امور عرضية. امور عرضية. بحثوا في ماهية الانسان فوجدوا ان الماهية تتركب من امرين اساسيين، يعني من جزئين ذاتيين. الذات الاول هو النطق بمعنى التفكير، والذات الثاني هو الحياة. فحيثما وجد شيئا حيا مفكرا فهو انسان. ماشي؟ يبقى ذاتيات الانسان هي ايه؟ هي اجزاء ماهية الانسان، هو النطق والحياة. طيب، فلما تطلق حيوان على افراد انسان، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، هذا كلي وله افراد. ايه علاقة حيوان بهذه الافراد؟ هل هو جزئي؟ هل هو ذاتي في الافراد ولا خارج عن ذاتية الافراد؟ ذاتي. مثل هذا الكلي نسميه كلي ذاتي. نفس العملية، ناطق. ناطق ايضا هو كلي. كل واحد مننا يطلق عليه ناطق، اذا ناطق امره كلي. علاقته ايه بماهية ما يطلق عليه؟ هل هو جزء ولا خارج عن الماهية؟ جزء من الماهية، فايضا ناطق، ده ممكن اسميه كلي ذاتي. لكن عندك لو قلت مثلا ضاحك، او قلت ماشي، ضحك يطلق على كثيرين، يطلق على كل افراد الانسان، اذا ضحك امر كلي. ماشي؟ طيب، ما علاقة ضحك بماهية الافراد التي يطلق عليها؟ هل الضحك جزء من الماهية ولا امر عارض خارج؟ عارض خارج. اذا زي ضاحك اسميه كلي عرضي. كلي عرضي لانه ده ينتمي الى العوارض التي تعرض على الانسان. ايضا ماشي يطلق على الكثيرين، حتى يطلق على الانسان ويطلق على غير الانسان. يعني اذا ده كلي كمان ليه افراد عديدة جدا. ما علاقته بهذا الكلي بالافراد التي يصدق عليها؟ هل هو كلي ذاتي في الافراد ولا كلي عرضي في الافراد؟ كلي عرضي. اذا الكلي ينقسم الى قسمين، كلي ذاتي وكلي عرضي. كلي ذاتي اذا كان جزءا من ماهية ما يقال عليه هذا الكلي من افراد، وكلي عرضي اذا كان ليس جزءا من ماهية الافراد التي يقال عليها، وانما هو امر خارج عارض طارد على هذه المهايا. واضح هذا الكلام؟ الشيخ علي حيجيكم دلوقتي؟ كفايه كده.